الإنسان تورط في الذنب بعد يبتلى بالقنوط، يبتلى باليأس، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ الله تعالى في هذه الآية يعالج هذه الحالة ويقول لنبيه صلى الله عليه وآله: قل، خطاب لطيف رقيق، مو قل للعصاة، قل للطغاة، قل للمذنبين، لا، خطاب رقيق فيه أجواء المحبة وأجواء الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني تجاوزوا الحدود، إذا واحد تجاوز الحد يقال أسرف، هذا الإسراف بضرر من؟ على أنفسهم، هذه المعاصي، هذه الموبقات، لمن الضر؟ الضر الإنسان نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا، لا، واحد يكون عنده أمل برحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعامل الإنسان بأمله، الأمل جدا مهم، وبالذات في لحظات الموت واحد يجب أن تكون عنده هذه الحالة، حالة الأمل بالله تعالى. لا تقنطوا من رحمة الله. الله تعالى يقول في آية أخرى: وذلكم، دققوا في الآية، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن السيء بالله يردي الإنسان، يسقط الإنسان. الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان. لا تقنطوا من رحمة الله.